صباح النور، مرحبا بالجميع. الصباح معنا امين مازين، شيف دو سيرفيس كوميونيكاسيون ديجيتال او اس اف. مرحبا امين، صباح الخير اخويا. مرحبا بك امين معنا، مرحبا بك اخويا. انت شكرا لك اللي جيتي، شكرا لكم الاو اس اف، حيت نتوما اللي بغيتو تجيو، نتوما اللي بغيتو تجيو تكلموا توضحوا شي امور، حيت من بعد الكسيده ديال البارح ديال التران بزاف الحوايج تقالوا سو انترنيت الروينه. كاين اللي تقال بصح، كاين اللي تقال ماشي بصح، كاين لي رومور، كاين بزاف د الحوايج. دابا انت اون طونكو ريسبونسابل دي سيرفيس كوميونيكاسيون ديجيتال، كي غدا الامور كيفاش دايرين من بعد ما وقع هادشي نهار الثلاثاء؟ مين صباح الخير مومو، شكرا بعدا على الاستضافه ديالكم. مرحبا اخويا، وشكرا على المواكبه ديالكم لهاد الفاجعه والحادثه الاليمه. اولا اسمح لي سي مومو غير باش نجدد تعازي الحاره باسم المكتب الوطني للسكه الحديديه للعائلات والاقارب ديال الضحايا. الله يرحمهم. الله يرحمهم ويوسع لهم، ونتمنوا الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين، يرجعوا لعائلاتهم ولمنازلهم في اقرب وقت ان شاء الله. امين. واش نتوما واش متبين دابا الحاله ديال الناس اللي في السبيطار؟ واش متبينه في لونيسيف؟ واش متبينه؟ واش كاين شي خليه مكلفه بالناس هذوك كتمشي تشوفهم كتمشي تسقسو فيهم كتمشي تسولو فيهم؟ هي كاين عناصر الإغاثة، السلطات المختصة اللي تكونوا تيواكبوا المصابين والجرحى في المستشفيات، وكاين أيضا ممثلين ديال المكتب الوطني للسكه الحديديه اللي كيواكبوهم. وفي هذا الإطار العائلات ديالهم شنو دار المكتب؟ أن فتحنا واحد الخلية داخلية لاسيورونس ديال دوك العائلات، الناس اللي فقدوا أقرباء ديالهم في الحادثة والمصابين، كيما تنقولوا لها المسؤوليه المدنيه بحال الحوادث الاخرى. وحده المسؤوليه المدنيه ديال المكتب راه كاينه، وكاينه وكاله ديال التامين. وفتحنا واحد الرقم الاخضر لجميع الاقارب ديال الضحايا والجرحى، واللي يمكن لهم يتصلوا به بالمجان من 9 الصباح ل 8 الليل، باش ياخذوا جميع المعطيات ويتبعوا هذه المساله ديال التعويض القانوني في اطار ما يخوي لهم القانون. هو الرقم صفر، الى ممكن غير الرقم 08-00-00-22-99. هو رقم بالمجان من 9 الصباح ل 8 الليل. واخا غادي نتكلموا على الحوايج اللي تقالوا اللي كيتقالوا دابا على لاكسيدون ديال التران اللي تكلمنا عليهم حنا البارح. كاين شي حوايج قالها غنسمي سمعناهم وغادي نسمعهم عاوتاني. دابا واش عرفتوا علاش وقع لاكسيدون؟ حيت السؤال دابا اللي كاين للاغلبيه باغي يعرف الجواب ديالو هو علاش وقعت لاكسيدون، خصوصا من بعد انه الناس اللي كانوا راكبين في التران اللي قبل كانوا مشاو وصلوا لاكار ديال قنيطره وهضروا على شي مشكل كان واقع في السكه، هضروا عليه تكلموا عليه. واش عندكم علاش؟ واش عارفين علاش دابا؟ واش لوين سيف انتم عارفين علاش؟ حيت هذه الحرفه ديالكم الناس انتم راكم خدامين فيها، واش عارفين علاش؟ واش كاين الجواب ديال علاش؟ مومون نفكروا شويه، نذكروا الناس بالحادثه، المعطيات الحديثه، ان هذاك القطار تينيغ ترانا فيت رابيد العربيه، القطار مكو كيسارع رقم 9 كيقلع من كازابور مع 48 دقيقه، كيوقف في المحمديه في الرباط وفي سلام قبل القنيطره. الدخله ديال المحطه ديال سيدي بوقنادل داك القطار، وهذاك هو دوك لي غام زيد دوزيام كنقول لهم، هما لي جوج طبقات، هذوك لي غير جوج طبقات. هاد التران ديال هاد الفتره الصباحيه تيكون ان تران لون، كاين القطارات اللي كتكون طويله، كاين القطارات اللي كتكون صغيره بحال الترامواي بحال التجيبات في جميع الشبكات. الاقصر فيها جوج طبقات ياك، زيد دوزيام كيكونوا جوج طبقات لتحت والفوق. هاد التران طويل، علاش كيدار طويل؟ باش لان الناس اللي كيركبوا في التران مع 8 ماشي هما اللي كيركبوا فيه مع 12، يعني حنا باش نلبيو ذاك الطلب ديال المسافرين تيكون هاد القطار طويل، لان الاغلبيه مثلا ديال الناس اللي كيديروا لافيت كيمشيو مثلا مع 8 او 7 او 9 وكيرجعوا مثلا مع 6 طويل في بلايص اكثر من التران اللي قصير، تيكونوا دو كومبوزيسيون ديال دو تران، جوج ديال لي غام زيد دوزيام. هاد التران في الدخله ديال سيدي بوقنادل نحارف على المسار ديالو، نحارف على السكه، وشفنا الصور وشفنا المسائل اللي وقعت فور وقوع هذه الحادثه. اي واحد المساله نشير لها بعجاله، ان جميع القطارات ديال المغرب ديال المكتب تيكونوا كونيكتي اون طون ريال باغ ان بوست تيتسمى بوست دو كوموندمون سونتراليزي اللي كاين في الرباط، حدا لاكار ديال الرباط اكدا. بحال 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 الطيارات، كاين واحد البوست كوموندمون اللي كيكونترولي الطيارات ديال الكومباني، هاني عارفين في غادي واش وصل ولا ما وصلش، واش وقف واش حبس واش كسر، وتيكون في اتصال مع السائق ديال القطار ومع الرئيس ديال القطار اون طون ريال. فور هاد الحادثه هذاك تيتعلم المركز القياده المركزي اون طون ريال، كيعرف ان كيقول ان حادثه خطيره وقعت. وفي نفس الوقت كتعلم اقرب محطه
اللي هي في هذه الحاله المحطه ديال سيدي بوقنادل، لان حتى هي فيها واحد تسمى واحد سونتر دو كوموندمون بحال قلتي لوكال تيكون ديال ديك المنطقه مثلا، كل مثلا في ان بوين كيلومتريك، لان كل بلاصه في السكه في المغرب. امين ما جاوبتنيش كاع على هذا الشيء اللي سولتك عليه، كنسولك على واش عارفين شنو وقع. حيت دابا التران هي الخدمه ديال لوينسيف، ياك خدمتكم هادشي كتشرح لي، شكرا لك كتشرح لي مزيان. غير دابا واش عارفين علاش وقع هادشي؟ كاين واحد التحقيق اللي دار، واش عرفتوا ولا مازال ما عرفتوش علاش التران علاش نحرف على الطريق ديالو وطاح؟ علاش مومو؟ الاسباب الحقيقيه ما يمكنش المعطيات دابا كل احتمالات تتكون واخا، ولكن دابا شنو تيوقع؟ ان كيجيو مثلا السلطات المختصه وهذيك الخليه العلميه كيغولفيو جميع الدلائل وجميع المعطيات واخا، اما الاسباب الحقيقيه لان ماشي بحال مثلا السياره، حيت يقدر دابا هادشي كتقول نتايا، حيت دابا يقدر يكون شي عامل خارجي اللي دار على انه التران زلق مثلا ولا التران وقع في هاد الظرفيه. راك عارف كاين عائلات ديال ضحايا واقرباء ديالهم، صعيب بزاف نتكلموا على احتمال الا ما كانتش النتائج والامور كامله، لان راه ماشي بحال مثلا السياره اللي كدير كسيده يمكن لك تجي تكونستاتي سور لو ليو مثلا تعرف زعما بروكسيماتيفمون شنو هو السبب ديال الحادثه. حنا كنتكلموا واحد القطار اللي فيه اكثر من 200 متر واخا، وفي واحد البلاصه اللي كبيره، معني حتى باش تعرف بالضبط فين كان المشكل ولا فين كان الخلل راه صعيب بزاف واخا. لونكيت شكون يدير لونكيت دابا وكيل الملك جلاله الملك محكمه سينا في بير الرباط واخا، هما يدير لونكيت. نتوما تقريبا قلنا تقريبا امتى غتكون النتيجه ديال لونكيت؟ هي دابا الامور عند الوكيل ديال جلاله الملك واخا. حنا غير كاع المعطيات اللي بغيت ناكد عليها هو ان داك الترانات راه ما تتكترانات عفوا ما تهش من السكه تعطات الموافقه من عند السلطات انهم قاموا بالرفع ديال جميع المعطيات وجميع تقلبوا شنو وقع واخا. نورمال لونكيت ديالهم الله يعاونهم على لونكيت، الله يعاونهم على لونكيت. قبل ما توقع التران، ما يوقع الاكسيدنت ديال التران، واحد التران اللي كان داز قبل، الناس مشاو وصلوا لاكارت القنيطره يهضروا على، مشاو قالوا على انه راه كان واحد المشكل، فتوما حسوا بشي تزعزيع في التران في الطريق، داك الشيء ما تاخذش بعين الاعتبار. هاد لافير هادي شنو وقع فيها؟ انا شفنا هاد خرجات هاد المعطيات وتكلموا على بزاف ديال الناس. انا ناكد ان ديك المعطيات كما قدموا هذوك الناس ليست صحيحه. انا نوضح، القطار اللي كيتكلموا عليه هو قطار خط، سي ان تران دو لين، كان غادي لطنجه تقريبا واحد الساعه المكانه قبل هذا القطار اللي دار الحادثه. هذاك القطار الرقم ديالو على اظن 153 داز من نفس البلاصه، نفس المسار، نفس المسار، غير هو غادي لطنجه والاخر كيحدو في قنيطره. باش كان غادي المسافرين وبعدا قبل المسافرين، المراقب ديال القطار تيتسمى حنا تسميه لا سي تيك اجون كوميرسيال تران، لان في نفس الوقت تيكونترولي وكيمشي هذاك الفعل، حس بواحد ارتجاجات وسائق القطار علم القياده المركزيه. اييه ياك، القياده المركزيه شنو كدير؟ كتصيفط واحد، قال عطاهم لو بوان كيلومتريك فين حسب هذاك. القياده كتصيفط واحد الفرقه تقنيه تيغان اللي مشات لديك المنطقه كتشوف السكه ودوك المنشات اللي تما واخا، واش كلشي مزيان؟ ما لقاو حتى خلل، حتى حطب، ما لقاو حتى خلل في البلاصه اللي في البلاصه فين ديكلونشا وداروا داك المسار كامل. راه في البلاصه اللي وقع فيها اللي وقعت فيها الاكسيدنت ديال التران؟ لا لا لا، ماشي كاع في ديك البلاصه، بلاصه واحده اخرى. البلاصه فين حسوا بهذاك الارتجاج هي في سيدي الطيبي واخا، فوت بوقنادل قبل القنيطره 10 الكيلومترات على سيدي بوقنادل فين وقع الحادث. من بعد بوقنادل الا كنتي غادي القنيطره، من بعد بوقنادل ولا قبل بوقنادل؟ من بعد بوقنادل الا كنتي غادي القنيطره 10 الكيلومترات من بعد بوقنادل تقريبا، شي امي شما اونتخ بوقنادل و واخا. حسوا بهاد الارتجاجات. وكاين عاوتاني واحد المساله اخرى، هي ان الفرق هبطوا علموا المسافرين، عاودوا اكدوا حتى هما انهم حسوا بهاد المساله بالنسبه لمراقب القطار اللي علم القياده عاوتاني المركزيه، قال لهم ان انا حسيت، وعلموا المحطه ديال القنيطره. هذاك التران ما يوصل المحطه ديال القنيطره، عطلوه تيوقفوه تيعاودوا يديروا ان كونترول من راس حتى راس هادو الفرق ديال القنيطره، باش الاحتمالات كامله تحيد. صيف مشات الفرقه التقنيه اللي كتشوف السكه ودابا الفرقه اخرى كونترولات القطار من راس حتى راس في المحطه ديال القنيطره. ولكن كيفاش الفرقه التقنيه كيفاش عرفوا السيد الطيبي كيفاش عرفوا السيد الطيبي؟ لا، لان لا الكونترول ديال التران والسائق القطار ورئيس القطار حتى هما حسوا به، هما الاولين اللي حسوا به وتعلموا القياده. واخا حنا الناس عيطونا، قال لك كاين اللي يهضروا مع الشيفور ديال ديك التران اللي كان وقع فيه، اللي كان اللي داز قبل من التران اللي دار كسيده. الناس ديال الشيفور التران قال لهم مثلا، قال لهم سافا سي با تخي غاف، سي با ما تقلقوش، سي با هادشي. واش هادشي زعما من المسائل اللي كيتقالوا باش واحد ما يتقلقش، واحد ما هذوك المسافرين؟ لا، لانه وسائق القطار غي
يهد دوك الناس وغيسمع لهم وشوف واش كاين. ولكن الفرق التقنيه راه مشات دير خدمتها واخا كوزاسوا في قنيطره كونترولات التران كوزاسوا في سيتي الطيبه لي كونترولات السكه واخا امين لي زوديو وغامين معنا مازن الصباح هو الشيف دو سيرفيس كوميونيكاسيون ديجيتال ديال الانسيف. هاد لي زوديو واتساب اللي سمعناهم البارح ما قال لي كاين شي لي كويديري فيها رالونتيسمون 60 وداك 60 محيد. قال لي هما فاتوا فيها الصباح بتران دولين فاتوا بلا فيتاس 120 قال لي العباد تما التران قال لي جاوبوا قال ليه هادشي اللي قلت اخي راه كاين حتى انا الناس اشكال طرا ليا وهادشي داك اللي قوي كيمشيو فيه ب 100 ديما طافيه صح ديما طافيه والكاري تيبقى شاعل لك في وجهك وملي كي واللي قوي كيبقى مزعزع صح. هاد الناس هادو واش خدامين فرنسيف؟ سمعنا هاد التسجيلات واحد ربعه لي ميساج اوديو يمكن كانوا قالوا ان واحد المجموعه جروب واتساب ديال شي ناس اللي خدامين في السكك الحديديه الناس من حقها تقول اللي بغات هذا بديهي حنا لا حيت هو منطقي حيت على حسب هضره كيهضروا بعضياتهم ولي تيرم تكنيك يتوديزي مستعملوهم زعما منطقي وكيهضروا على شي حاجه شي مشكل كان واقع في شي سكه في شي حاجه في شي مشكل اللي ما تصوباتش لو كاري بوحنا البحر فهمنا مزيان هادشي كامل الناس عيطوا فهمنا هادشي كامل واش هادشي بصح مومو هاد المعطيات نقد ناكد انها ماشي صحيحه. علاش ماشي صحيحه؟ لانه من الصعب ان دابا تقريبا حنا راه 48 ساعه على الحديث ونعرفوا السبب الحقيقي لان دابا التحقيق كاين خدام الاسباب الحقيقيه من الاول افونسي ونقولوا شنو كاين والاسباب هل تيقول تران هل تيقول سكه هل تيقول كذا واخا ما نلعبوش على المشاعر ديال دابا هادو واش كيهضروا الضحيه راه حيت شويه واخا مو العائله الضحيه هما باغيين يعرفوا واش واقع ما كنلعبوا هما باغيين يعرفوا دابا غير هاد لي زوديو كيهضروا على كيهضروا على الاكسيده اللي وقعت ديال التران البارح ياك هاد لي زوديو هادو اللي سمعنا كيهضروا على ماشي دي زوديو مخترعين ولا دي زوديو مفبركين ولا دي زوديو مصوبين لا ما يمكنش نعرفوا لوثنتيسيتي مبارك عارف زعما اونجيستر ما عرفتوش شكون هادو ما عرفتوش شكون ما متاكدينش اصلا انهم سككيين زعما هذا هو بون على حسب الطريقه ديال الهضره ديالهم كاين ناس اللي تكون عندهم زعما دي زوديو اللي بانوا لغد ليه ولا الليله ديك السيده ديال التران كيهضروا على شي مشكل واقع كاين في السكه زعما واخا تكون زعما نقولوا زعما مصوبه ومقاده مؤامرة. شويه صعيبه واخا هادو نتوما ما عارفينش شكون ما حد كاين لوكيت ما نقدروا حاجه ما تقدر تقال ما نقدروش نحكموا ما نقدروش نسبقوا ما سبقوش الامور حتى تقال حتى عطونا حتى الناس ديال اللي دايرين لوكيت عطوا النتيجه ديالهم. دابا واش السؤال هو واش امين بالنسبه لكم نتوما في الانسيف واش التعطال ديال الترانات المشكل اللي كيوقعوا فيه الناس مع الترانات في التعطال الحاله ديال الترانات حتى هما هادشي كامل وحاجه اخرى اللي هي مهمه حتى هي اللي هي الناس خدامين في لونسيف اللي مثلا في هاد لي زوديو هادو اللي مازال ما متاكدناش واش بصح ماشي بصح مي واحد لقيته واحد فيهم كيقول او اخويا راه حتى هادي لقيتها نيت باش يتجمعوا الاخوان ويهضروا على حقهم لي الناس اللي كيتشكاو خدامين في لونسيف كيتشكاو من شي حوايج من كل الشركه فيها الناس اللي كيتشكاو فيها من الخدمه واش هادشي كامل واش غيكون شارك من قريب ولا من بعيد في هذا المشكل اللي وقع بومو هي في جميع الشركات الكبيره وي كنعرفوا ان تيكونوا ناس راه حنا كنتكلموا على 8000 واحد لونسيف راه 8000 شومينو اللي كاين اللي خدامين في الادارات كاين اللي والاغلبيه ديالهم خدامين في التيغ تيكونوا ناس اللي كيتشكاو تيكونوا ناس اللي تيقولوا مسائل وخصوصا ملي كيوقعوا بحال هاد الفجيعات والكوارث راه سي توتا في نورمال كيخرجوا الناس بمعطيات كيبداو يصرحوا اللي عنده شي حساب كيهطو الى اخره ولكن انا غير المساله المهمه اللي تنقولها ونعاودها ما نبقاوش نهضروا في الاحتمالات ونعطيو معطيات صحيحه لانها كنلعبوا كما قلتي على المشاعر الناس وخصوصا قدو ناثروا على المجرى ديال التحقيق لان التحقيق كاين وحاجه اخرى غير باش الناس يفهموا واحد المساله ان القطار مومو ايكيبي بجميع التكنولوجيا عنده سكون ابل ان ارشيف ديتينيغير وعنده واحد لا ميموار ديال داك القطار منين داز فين داز السرعه اللي كان غادي فيها بحال تقريبا بواد نواغ ديال الطياره جميع المعطيات كاينه جميع المعطيات اللي كتخص داك التران اللي دار الحديثه راه كاينه وزيدك ان خديتو على مازال المعطيات راه عند لجنه التحقيق كتعطى لهم كامله وكيقول فيه وبالاضافه ان تسجيل الفيديو اللي كيسجل داك القطار في المسار ديالو كامل مقلع حتى الوقت الحديثه واخا دابا حتى حاجه تقال التحقيق على حقو طريقو ويدار كلشي وكلشي عاد تعطى النتيجه ديال التحقيق ما عندكمش تقريبا امتى ما كاينش ما نقدوش نعرفوا واخا المحكمه
واخا هضروا الناس على السن ديال الترانات. شو تقولنا امين تمازي على السن ديال الترانات؟ حيت كاين اللي كيقول انه الترانات فايتين السن ديالهم. واحد السيد تكلم معنا البارح في البرنامج قالنا على انه السن الترانات كاين ترانات اللي فايتين السن ديالهم، كاين ترانات اللي خصهم يستعملوا واحد المده وما كيتستعملوش، كيتستعملوا مده اكثر. هذوك القطارات دوك لي غام هذوك دو زيتاج هذوك تقريبا في لي ميليو ديال العشريه الاولى ديال لي زاني 2000 ما بين 2000 و 2000 تقريبا لو ميليو ديال لي هذوك القطارات لا دوغي دو في مويان entre 30 et 40 ans. يعني تا ماشي قدام باش نكونوا وبالاضافه لهذوك القطارات راه قبل ما يقلع كتم المراقبه ديالو ودوريا ملي كدوز واحد الفتره ديال السيركيلاسيون باش يسيركل واحد المده كيدخل الورشه ديال الصيانه اللي كاينه في الدار البيضاء باش يتكونترولا وتيقلبوا ويبدلوا هادي يبدلوا هادي يبدلوا هادي واخا. يعني هذوك القطارات راه ماشي قدام. الترانات كضر على التانيغ هذوك القطار اللي دار الحديثه ولي انيطاج. لا انيطاج راك شتي راه عاد خرجنا مؤخرا واحد البلاغ هذوك تسمى هما اللي كيسموا معويطه هما لي زرق اييه هذوك انيطاج حتى هما درنا لا كون ابل لا روجينيراسيون ديالهم. شحال من عام هذوك؟ هذوك تقريبا غيكونوا اكثر من هذو تقريبا بواحد منين ما تعويضه يمكن ربح حويطه لي جوز اولمبيك. واو الثمانينات ما عقلتش انا كنت صغير حتى انا كنا صغار. شحال من عام هذوك؟ عارف شحال من عام امين؟ هذوك غيكونوا قدم من هذو تقريبا بواحد 10 سنوات او اكثر. لا اكثر حتى هما لا حتى هما امومو راه ماشي قدام وحتى هما راه كتم اعاده الصيانه ديالهم لا روجينيراسيون باش يكونوا اوبيراسيونيل وراه ماشي قدام. واخا قلتي امين على انه كاين القضيه ديال امين مازن معنا الصح هو شيف سيرفيس كومونيكاسيون ديجيتال ديال اونسيف باش تعرفوا علاش وقع هذا المشكل وكيفاش غادي تسناو النتيجه ديال لونكيت اللي مديوره. قلتي على انه قبيله قلتي لي انه كاين في الرباط واحد لو سونتر اللي كيتبع الترانات فين غاديين فين ماشيين. سي بحال ذاك لا تور دو كونترول ديال الطيارات اللي كيعرفوهم شحال امتى وصلوا امتى عاد شكون اللي وصل شكون اللي ما وصلش شكون اللي وقف شكون اللي نقص من السرعه شكون اللي زاد من السرعه. زعما افوا في شكون ان سونتر بحال هذا علاش كاين تعطى لي الترانات اللي هو المشكل رقم واحد في لون سيف هو تعطى لي الترانات. تعطال زعما راك عارف انت كاين ديك التعطال ديال سيداتي سادتي القطار قادم من سيتاخر عن موعده بحوالي 40 دقيقه وهذيك 40 دقيقه كتولي ساعه كتولي كاين كاع التران اللي تعطلوا ساعتين. كيما هما التران اللي كيتعطلوا التران اللي جاي اللي خاصو يخرج كيتعطل لدرجه انه كيصدق كيخلطوه مع التران اللي كان موراه اللي معاه ساعتين ديال الفرق هو اللي كيجي. منين عندك ان سونتر بحال هذا علاش كاين التعطال؟ بالنسبه لهاد التاخيرات هي كاينين بعض التاخيرات في القطارات في الشبكه الوطنيه كامله. علاش؟ لان في هاد السنوات الاخيره والناس راه كيشوفوا داكشي فينهم. عندك من طنجه حتى لمراكش الشبكه كلها اون شونتي لان وصلنا لواحد لافاز دابا ديال لو ديفلوبمون ديال العرض السككي في المغرب. كاين مجموعه ديال المشاريع وربما هذا ماشي الوقت باش نكملوا لي ماشي ممكن نعطي به خلاصه مجموعه ديال المشاريع اللي من ضمنها القطار فائق السرعه طنجه الدار البيضاء وتتليت ديال السكه الحديديه ما بين القنيطره والدار البيضاء جوج سكات ولاو دابا ثلاثه وما بين الدار البيضاء ومراكش كانت سكه واحده ولا جوج وعاوتاني كاين المشروع ديال هذاك سكون ابل الكارفور فيروفيير ديال الدار البيضاء شنو هو هو ديك المثلات اللي ما بين عين السبع كازا فواياجور وكازا بور يعني الا شتي تما في الخريطه غيبان لك بحال واحد المثلث وهذاك تيكون هو القلب النابض ديال الشبكه جميع القطارات تقريبا ديال المغرب كدوز من ديك المنطقه. كاين واحد المشروع دابا اللي كيشرف في الانتهاء اللي يعاود داك الكارفور كامل هاد بالاضافه للمحطات وبالاضافه لتامين العبور. هاد المشاريع كامله المكتب كان بامكانه ينقص من العرض السكاكي دابا تنتكلموا تقريبا على واحد 200 تران في النهار. هي بالموازاه مع هذه المشاريع اللي بدات هذه السنوات كان بامكاننا نقصوا باش ما يكونوش هذه المشاكل ديال التاخير وهذا نقصوا من ذاك العرض مثلا اوليو باش يكون تران كل ساعه يولي تران كل ساعه الى اخره. بلا نقسم ترانات ما يبقاوش لي غوطار. ما غينقول ولكن القرار كان هو يبقاو هذاك العرض كما هو ما يتحركش. هو اللي تاثر بهذه الطريقه. اللي بالنسبه لك انت ماشي منطقيه بزاف. لا منطقيا ما كاينش زعما انت عندك لي شونتي وهذوك الترانات غاديين جايين
دونك باش يبقى نفس العدد ديال الترانات يبقاو غاديين جايين خدامين وانت عندك لي شونتي يعني خاص توقيته التران يوقف باش يتسنى باش الشونتي يكمل ماشي منطقيه دونك داكشي علاش كاين لي غوطار لا منطقيه لان خاص تخلي واحد العرض لان واحد العرض سيكاكي خاصو يبقى للمواطنين حيت كاين الناس اللي كيبغوا في التران ديال هذا وكنا كنديروا حملات تحسيسيه وتواصليه باش نقولوا ان الناس راه الاسباب ديال التاخير بعض التاخيرات اللي كاينه راه كاين مشاريع دابا ولي اونتربرونديز اللي كتشرف على الانتهاء راه ان شاء الله في 2018 دونك ما يبقاوش لي غوتار ميتسالاو لي غيساليو مي غيساليو هاد المشاريع غتولي سكون ابيل عرض سيكاكي جديد مثلا ما بين قنيطره ما بين الدار البيضاء ومراكش غتولي فريكونس جديده وغتولي مده زمنيه جديده الى تدريجيا حيت انا نعقل على لو تران زعما قبل لي شونتي هادو اللي ذكرتي وهذا لو غوتار زعما شي حاجه اللي لاصقه في الوين سيف يعني من البدايه تنعقل على الكاتريام ايامات الكاتريام تنعقل على ايامات التران جاي من الشمال والناس راكبه من فوق السطح ديال التران يعني من داك الايامات ولو غوتار اكزيست الوغ كافي با دو شونتي ولا شي حاجه هي التاخيرات في الطبيعه ديال النقل السكاكي هنا في المغرب ولا في العالم كامل كتكون تاخيرات غير هو كنشوفوا مثلا ان شي ناس اللي كيروج واحد مثلا واحد شي كاين شي ارقام تتكلم مثلا ان 70% ولا 80% القرارات اللي كيديروا التاخير راه هاد المعطيات ما ماشي صحيحه نقدروا نتكلموا على تقريبا اكثر من 70% كيشوف الوقت امين اخويا ما يحس بالمسوده المخبوط به هو اللي كيستعمل التران اللي كيمشي في التران اللي كيستعملوا التران اللي كيعيشوا التعطال كبير من بعد سي لا كومونيكاسيون امين راه كنت عارف انت تشي شيف دو سيرفيس كومونيكاسيون ديجيتال اون سي اف ابري كل واحد كيكومونيكي على الحاجه اللي بغا كيكومونيكي واش كاين واش 70% 80 50 60 20 مي التعطال كاين يعني كتمشي للاكار الناس كيتفاجئوا فاش التران كيجي في الوقت واخا وفاش كيوصل في الوقت الناس كيتفاجئوا حاتم كيستعمل التران الناس اللي كيب كيستعملوا التران ما مشكل ما كاين واحد المشكل ديال التعطال ومن حيث التعطال غادي نقولوا انه باش تعرفوا حتى لوين سيف باش تعرف علاش كاين التعطال في التران راكم معطلين باش تعرفوا علاش كاين التعطال كاين الناس بغاو يسولوك امين 035300 غادي نتكلموا معاهم دابا شويه لمياء اش بغيتي تقولي عندك شي سؤال امين عندي واحد السؤال ما متعلقش بالضروره بما هو تقني ولكن ما هو تواصلي بحال دابا لوين سيف وقعت الحادثه نهار 3 مع 10 ونص ديال الصباح حتى الثلاثة وربع في لاباج فيسبوك عاد درتو شي خبر على هذا الموضوع هذا التأخير علاش في إعلام الناس بالجديد خصوصا أن هذه الحادثة تقريبا الأولى من نوعها من 10 سنين والأسوأ من ديال 1993 يعني كاين الأورجونس والناس محتاجين يعرفوا المعلومة ومحتاجين سواء كصحفيين ولا الناس عاديين باغيين يعرفوا شنو واقع فشنو السبب ديال هذا التأخير هذا هذه ديالك هذه هادي ديالك انت هو الشيف سيرفيس كومونيكاسيون ديجيتال هادي ديالك هي ان بالنسبه لهذا النوع ديال الحوادث راه صعيب وصعيب انك تواصل اشو ملي تا طونك ما عندكش واحد المعطيات كذا تهضر على فور وقوع الحادث صعيب بزاف لان كل شيء تيكون كيتسنى داك 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 البلاغ ديال المكتب كتاخذ الوقت اللازم باش تجمع جميع المعطيات اللي تكون رسميه هذا هو التاخير ديال هذاك وحنا اللي صرنا عليه ان الا تبعتوا مثلا في مواقع التواصل ديالنا وفي في الموقع الالكتروني اسمح لي انقطعك امين الموقع الالكتروني ما فيه حتى شي حاجه ما فيهش حتى يعني حداد او لا شي حاجه على ارواح الضحايا غير عاود تقلبت او نيفو دو لا ميزاجور زعما ما كاين والو بحال حتى شي حاجه ما وقع بالنسبه للموقع داكشي علاش غنهضر معك غير في لاباج فيسبوك ديال لونسيف هي بين البلاغات هي هذاك ديكالاج اللي وقع بالنسبه للنشر ديال البلاغ الاول كما قلت باش ما كومونيكيوش اشو تكون المعطيات ونميتريزيوها مع السلطه الى اخره وعاد تقدم ديك الساعه المعطيات والبلاغ الرسمي من الناس اخرين كومونيكاو باش يد بنتوما الناس اخرين يهضروا لي سيت هضروا لي باج فيسبوك هضروا لي كلشي هضر صافي ترو طار راك عارف انت امين راك قاري هادشي كومونيكاسيون ديجيتال صافا تري فيت يعني في 4 5 دقائق من بعد خصك تقول اش كاين حيت فاش وقع لك السيده الناس ما عرفوش واش بصح ماشي بصح صح لهم اشاعه في الاول الحاجه الوحيده اللي دار كلشي لو ريفليكس نورمال اللي غيديروا كلشي باش يعرفوا واش هادشي بصح هو مشى لاباج فيسبوك ديال لو ان سي اف مشيتي لاباج فيسبوك ديال لو ان سي اف ما لقيتي والو اكزاكتومون انا مشيت من بعد انا معطل حتى الثلاثه ديال العشيه سقط الخبر انا مع 11 لاروب ولكن ما تيقتش قلت ربما عاوتاني مع هادشي ديال فيك نيوز قلت لا غادي نتسنى دخلت لاباج ما لقيت والو حتى من بعد ولا كيوصلوا التصاور والفيديوهات اكسيتيرا فبقيت كنتسائل كنظن زعما نتوما ادرى بهادشي لانك انت في لا كومونيكاسيون كون درتو مثلا غير كونكو راه كاين واحد الحديث غادي نعطيكم التفاصيل من بعد باش زعما الناس يعرفوا شنو كاين غير اللي غادي في الطريق يخبر عائلته باش ما تكونش واحد الحاله درتي باك
هي كما قال مومو ان فور وقوع الحديث تيتغولا يا ولا في تيكونوا ناس اللي كيصوروا كتخرج في المواقع الالكترونيه راه هذه راه فاجعه زعما راه ماشي حديث عادي حديث عادي ولكن حنا كلوينسيف اللي خاصها دير التواصل الاول الرسمي خاص ضروري ما توصلوش اشو خاص غير نضبطوا المعطيات وحنا اللي صرنا عليه الا لاحظتوا في الموقع او في الصفحه ان مباشره بعد البلاغ الاول اي معطيات كتجينا كنخرجوا الراي العام لحد الان وصلنا لسبعه ديال البلاغات شفتهم سبعه البلاغات صحيح لا مواندر ايفولوسيون اي حاجه كتجي هذا كنخرجوا الراي العام مباشره سبعه البلاغات باش الناس يكونوا غير باش نقطعوا لهذوك الاشاعات والمرات اتفق معك دابا غير هو البديه كتكون خاص البديه فاش كتوقع انا كنتفهم انه هو صعيب بزاف في شركه كبيره بحال لوين سيف يتخذ القرار انه تكتب شي حاجه شنو غادي تكتب شنو غادي تقال الطريقه كيفاش غتقولها بزاف الحوايج ولكن اخويا حنا في واحد العصر ديال الديجيتال ديال خاص والديجيتال هي الزربه هي خاص بالزربه على القرص نقولوا شنو كاين شنو واقع نعلموا الناس بوكي الناس يهضروا معاك غادي يسولك بالزربه امين حيت مش بغيت تقول انا بغيت نسول امين واش تاكد لنا اليوم بان ما كاينه حتى شكايه ماشي مسافر في القطار اللي كان قبل هذا القطار يعني متاكد بان ما كاين حتى شكايه تما عندكم في لاكار بان الناس جاوا وقالوا بان راه حسينا بكذا وكذا وكذا هو اللي تكلمت عليه قبيله ديال هذاك القطار الخط اللي كان غادي لطنجه هذاك الوحيد ساعه تقريبا قبل القطار الحديثه وماشي في ذاك المكان ماشي في نفس البلاصه يعني 10 كيلومترات على مكان الحديثه 10 كيلومترات على المكان فين طاح القطار الاخر واخا واخا لا سيلول بسيكولوجيك كانت ما كانتش حيت بزاف ديال الناس هضروا على هذا الموضوع هذا ديال بان بنادم ناض نفض حوايجو شي شويه ما فيه لا ضربه لا والو سير صافي بسلامه عليك تنعرفوا الاثار على الدماغ ديال بنادم وسميتو اكثر من اون بليسيور كاع دي فوا علاش ما دار والو في هذا القنش هذا هي عناصر ديال الاغاثه لان فور كما قلت لك كما وقعت الحادثه ديك الساعه كيعلموا العناصر والسلطات المختصه واللي كانوا الناس تكلموا ان التاخر ما تاخر زعما حنا المعطيات اللي عندنا ان الناس حضروا في عين المكان دقائق من بعد الحادثه بما نهضروا على ديك اللي وقعات ديال الكريساج ديال الناس يتشفروا الناس توقعوا المشاكل لا هما جاوا في الوقت ديالهم برافو على الخدمه ديالهم ويسلموا على الخدمه اللي داروا بسيكولوجيكمون يا با يو دو سويفي ما كاينش كانت خدمه ديال بسيكولوجيك ما كايناش انا مشيت لذاك لو نيميرو فيغ البارح صحابني زعما على هذا الشيء هذا يعني الناس يتصلوا سيزون بيزون دان سويفي ولا شي حاجه فوالا كانت خاصهم شي حاجه ولكن كاينين دي بسيكولوج دي بسيكاتري اللي تجمعوا باش يقروا على انهم يمشيو يديروا اون سيلول باش يهضروا مع الناس اللي حضروا في الاكسيدون اللي عندهم مشكل بسيكولوجي باش يقدروا يتعاونوا معاهم مي يا با يو دو ما كاينش هضرنا مع خالد البارح خالد هو الاوديو واتساب اللي سمعتوه في 24 ساعه في كاع لي جروب في الواتسابات كاملين اللي تبارطاج بزاف ما كاينش بسوفي بسيكولوجيك اللي وقعوا انه كان واحد التيست اللي دار ديال وقف قادر توقف على رجليك ليتس جو علي سير هادشي اللي وقع هادشي دار سي دي مومون دو بانيك هادو اوقات ديال المشاكل ديال الاكسيد ديال التران كاين واحد الروينه كتوقع كاين واحد الفوضى كتوقع اما الفوضى هادي امين بانت لانه بعد ما نتوما ما قدرتوش تهضروا في الاول تسنيتو على ما تاكدوا من شنو واقع اما الفوضى هادي كامله الواحد ما كيعرفش شنو يدير ما كيعرفش شنو خاصو يدير كتوقع الفوضى وهادشي ماشي عادي وهادشي كيخلع الله يحضر السلامه كيخلع حيت كتقول خاص الامور تكون منظمه اكثر بلا ما نهضروا على ديك المشاكل اللي وقعوا ديال التكريسه واللي تشفروا المشاكل اللي وقعوا المهم واللي جا بغى يهضر بدا كيهضر حيت هادشي اللي كيوقع امين هادشي اللي وقع لكم نتوما في لوين سيف ما درتوش كومونيكي ما تكلمتوش بالزربه ما هضرتوش بطريقه زعما اللي هي باش الناس كلشي يفهم وكلشي تكون واضح اللي وقع انه ناس اخرين هضروا وقالوا اللي بغاو واش الناس اخرين هضروا عطات اشاعات عطات كلشي هضر كلشي تكلمها تعطل ما تعطلش الوغ كو كان فاش وقعت الكسيده وبالزربه قلتوا على انه وقعت الكسيده بلاصه الفلانيه ها هما الناس جايين صوروا الجندرم هما جاو صوروا لي زومبيلونس هما جاو صوروا الوقت هذه بالتوقيت بكلشي ويتكذبوا الاشاعات كاملين ويتكذبوا الناس ما غاديش يثيقوا هادشي كامل وحتى الثقه ديال الناس في لوين سي اف حتى هي ما غاديش تبدل واش لاحظتوا ملاحظين دابا الايامات ملي وقع الاكسيده البارح واش كاين ناس خايفين من التران واش لي كار بصح خاوين هي هادشي اللي كيوقع عادي جدا تنفهموا هاد الناس كنتفهموهم ان غيكون واحد التخوف واحد الترقب لان راه ما كنتكلموش على حادثه صغيره تنتكلموا على واحد الحادثه اللي هي صعيبه كبيره وغير اللي بغيت نذكروا ان هاد الحادثه اللي هي نادره في السكه الحديديه المغربيه وقعت في دول اخرى يعني انحراف
القطار على المزار. والأمثلة يمكن نتكلموا على أمثلة كثيرة. ما هي حادثة نادرة في تاريخ سكة الحديدية وكتوقع في جميع الدول. تكلمنا قبل على التواصل في المكان، هي كما قلت مومو راه صعب جدا في الأول أنك تقدم معطيات أمام الحجم في واحد السرعة أمام الحجم ديال هاد الحادثة. خاصك تسنى على عمل لونكيت لونكيت بخصوص إلا شفتوا أن الحادثة وقعت في الدخلة ديال محطة سيدي بوقناتل تحت واحد القنطرة طرقية معناتها اون بلان فيل، معناتها راه الناس دايزين، الناس راه عندهم تليفونات، الناس راه كيزو فهمتي جبن نقول هذا هو اللي صعيب. واخا امين فرضو مثلا خاصة بدا تكون واحد لانه كما قلتي انت كتعلنوا دابا على كاع الامور اللي كدار في فلوينسيف وكاع الامور اللي كدار من بعد ما وقعت الكسيده علما انه قلتوا لانه البال خط رجع ترى خدام دابا السكه الاولى تم حيدوا داك القطار اللي كان في هذا والسكه الاولى تليبرات البارح مع 12 نهار واخا والسكه الثانيه اليوم مع 6 صباح هذا اليوم مع 6 صباح جميع الحركات سيركولاسيون ديال الترانات عاديه واخا ابتداء من اليوم مع 6 صباح واخا واش دابا الى بعد التحقيق خص تكون النتيجه خص الناس يسيقوا الاخبار خصكم انتم تعلنوا على النتيجه ديال التحقيق واش في نظرك انتيا ك مسؤول في لون سي اف شيف دو سيرفيس كومونيكاسيون ديجيتال اون سي اف راكم كديرتوا اجتماعات هاد الايامات هادي وكنظن انه نهاركم كامل ديال اجتماعات الطريقه اجتماعات ديال جيستيون دو كريز شنو واقع واش في نظرك الى عطات نتائج ديال التحقيق لانه المشكل جاي من لون سي اف انه وقع شي مشكل في واش غادي لون سي اف تعترف بالخطا ديالها ولا بالخطا ديال شي المشكل غادي نعرفوه من بعد نتيجه التحقيق واش غادي تعترفوا صراحه وامام الناس كاملين بانه راه المشكل منكم نتوما راه المشكل لو يوسف من لو يوسف ماشي حاجه ماشي خدمه ما دارتش واش غادي تعترفوا بهذه المساله هذه مومو كما ذكرت قبيله ان التران جميع المعلومات ديال هذاك القطار كاينه مسجله جميع المعطيات التقنيه وجميع المعطيات المعلوماتيه وجميع الادله تم الرفع ديالها مع المكان قبل ما يتحركوا دوك القطارات ودابا اللجنه اللي فيها محققين وكذا في محكمه استئناف ديال الرباط راه مكبه على الدراسه ديال هذه الامور باش تحدد المسؤوليات والاكيد ان راه غيخرجوا النتائج ديال التحقيق راه غيتنشروا للراي العام هذوك راه وكما قلت راه التحقيق راه محكمه استئناف راه ماشي عند لوينسيف راه خارج دابا لوينسيف محكمه استئناف ديال الرباط هي اللي كتقود دابا انا هي بتخمامي هكا زعما البسيط تنقول الى عاود طلقوا لا سيركولاسيون في داك السكة بنفس الترانات يعني تأكدتوا بأن المشكل ماشي في السكة وماشي في التخان بعدا نقدروا نحيدوا هذه الفرضيات بجوج لا دابا كما قلت قبيلة كل الاحتمالات كتبقى واردة ولكن ما نقدوش نحيدوا احتمال ولا نهضروا على التخان يعاود يدوز من نفس البلاصة فوق نفس السكة بنفس الترانات بناس مختلفين دابا هما فاش حيدوا دابا فاش حيدوا الصحة عليا لما كتخطا دابا فاش حيدوا الترانات حيدوهم راه السكة عاوني تعاودوا هذيك البلاصة نورمال حيت يطيحوا الترانات وحيت تقال كل شيء تيطيح التران تيقطع ديك الكاتينير كاتينيريه داك الخيط ديال النحاس اللي كيعطي الضوء تيتقطع مثلا تيكون تاثير على السكه راه داك الشيء كامل كيعاود يتقاد قبل ما راه ماشي غير حيد التران راه كتحيد التران وكتعاود تقاد ديك السكه كتعاود تقاد داك الخيط ديال الكاتينير اللي كيعطي الضوء دوك المنشات ديال السيناليزاسيون ديال هذا الى اخره حتى تطلق ديك الساعه لا سيركولاسيون نورمال اوكي واخا انا واقع عندي واحد السؤال بسيط ربما الناس اللي غادي خصهم باش ياكدوا انهم كانوا على داك التران باش يستافدوا ربما من التعويضات خصهم هذاك التيكي كنظن هذا ضروره ولكن في حاله السرقه اللي كانت وقعت لهم وفي حاله ديال الارتباك اللي كان شحال واحد نسى حوايجو اللي نسى ساكا واللي ما تودرش ليه كيفاش غيقدروا هاد الناس هادو يثبتوا انهم كانوا على متن داك التران باش ربما ياخذوا الحقوق ديالهم تماما هذه المساله تختات بعين الاعتبار وكما قلت لك ان دابا واحد الخليه اللي فيها القسم ديال الجوريديك ديال لوينسيف مع الـ مع الـ مع الـ مع لاسيورونس باش ينسقوا مع العائلات وحنا راه بيان سور راه هذوك الناس راه ما غيضيعوش راه حقهم راه غياخذوا حيت خدينا بعين الاعتبار هذه المساله ان راه وقع هذا الحادثه راه كاين اللي كيمشيو ليه هذا كاين اللي هذا كاين اللي ما كيبقاش في البلاصه مابقاش البلاصه اللي كانوا فيها لي باكاج ديال تيكيت تران في لاسورونس اوتوماتيك اوتوماتيك هذه تيكيت تران في لاسورونس في لاسورونس ولا الى عقلتي يا مومو راه كانت وقعت واحد مؤخرا واحد القضيه دارت البوز ديال داك التيكي باش كتدخل السكه هذيك الناس علاش باش تدخل السكه هذاك التيكي راه ماشي غير في المغرب راه هذه سنين وسنين في المغرب وجميع دول العالم انك تشيا واحد لو تيكي كتخلصو غير باش تدخل السكه حيت هذاك التيكي كيامنك باش وقعت لك شي حاجه تما الا وقعت لك شي حاجه في السكه ولا وقعت لك شي حاجه على الرصيف بلا ما تركب لا ترى لا والو هذاك التيكي تيامنك باش تدخل زعما توصل شي واحد ولا تدخل انت بعدا في خصني شي واحد ولا شي وحده
خصوصا الشهداء خصوصا الشهداء اللي ما غتصبرش كاع تدخل عندك امين. واحد المساله اللي عاودتها بزاف فاش هضرنا معاك اليوم قلت لي انه كاين شي حوايج اللي وقعوا في بلدان اخرين، حنا عارفين المسائل كيوقعوا في بلدان اخرين. داخل اليوم اللي وقع انه كاين واحد الناس المستعملين ديال التران، الا بغيتي كاع نديرو تجربه وراك عارف بلا ما نديرو تجربه، الا بغيتي نشوف الناس نسولوهم نسولو مع التران على الاستعمال ديال التران. التران واحد الحاجه مهمه في الحياه ديالنا، التران واحد المويان ترونسبور اللي هو الاكثر اللي كيكون فيه زعما الواحد مهني بخير. اليوم المشاكل ديال التران كبيره بزاف ديال الوان سيف، كاين مشكل كبير هو مشكل ديال التعطال، راك عارفو الا جاو الناس يهضروا على التران اليوم غادي يجبدوا كان مشاكل ديال التعطال، بلا ما نهضر لك على النقا على لي تواليت على بزاف الحوايج اللي ما عاجبينش الناس. الناس باغيين يشوفوا واحد والناس كانوا عتعرفوا فاش كنتو جددتوا هذوك لي تران نافيت رابيد كانوا تجددوا واحد الوقيته بالك لي دوزيتاج كانوا جاوا جداد، الناس عجبهم الحال قالوا والله كاين شي حاجه جديده كاين شي حاجه زوينه كاين شي حاجه. مي كاين واش دابا نتوما خصكم تعرفوا انه كاين واحد الثقه ما بين المستعملين ديال هاد المويان ترونسبور وما بين المويان ترونسبور اللي ماشي تالي العلاقه ماشي هذيك ماشي ما زويناش خاصها تحسن. واش هاد الشيء اللي وقع واش الاكسيد وقعات تكون زعما واش تكون زعما ان شاء الله شي لو ديكلونشور باش كل شيء تصلح ان شاء الله تصلحوا بزاف الحوايج. هاد الشيء نتمنوا على ما نستناش الجواب ديالك امين، ما نتمنوا على خويا كاين بزاف ناس بغاو يسولوا بغاو يهضروا. نجوى وي بونجور مامون شخبارك لاباس عليك نجوى بالزربه الله يحفظك وي بونجور مسيو امين سافا فوز علي بيان تخي بيان توا بيان قول لي انا لو بروبليم اللي عندي انا كنمشي ديما في لو تران وكنقطع لا بروميير كلاس وي لو بروبليم انا كيف ما قال مسيو امين وي هادشي كيطرى في العالم كامل وي مي العالم كامل كيدير اللي عليه وخا لا طرات لاكسيدون كنقولوا بنادم دار اللي عليه ياك، ولكن بالنسبه للونسيف ما كيديروش اللي عليهم باش نقولوا هاد لاكسيدون وي راه طرات ديال الله ماشي مشكل. انا اول لا كيسيون ديالي هي بوركوا ما كاينش لا سيكوريتي في لو طران. واخا تخي بيان شكرا بزاف انجوا هادشي كامل غادي تقيدوا هادشي كامل غايقول لك الناس قيدوا ديماك فوالا دابا انت جي من طرف لونسيف قيدوا ديماك باش تفهموا شنو المشكل ديال المستهلكين ديال التران مع التران. وفاء Oui bonjour. Oui bonjour. Oui bonjour maman, ça va, vous allez bien? الحمد لله كلشي بخير. وفاء بالزربه شو بغيتي امين يدي معاك معلومه للناس لونسيف؟ وي بونجور امين انا جو كوني دي فيكتيم اللي باقيين لحد الان كيتسناو لي زيكسبليكاسيون كيتسناو تعويض من لاكسيدون ديال طونجي اللي كانت العام اللي فات كانت هي كاتاستروفيك بحال هذه ديال سلا ولو بروبليم ان الناس سرقوا لهم لي ساك ديالهم ومشاو فيهم لي تيكي. Alors pour prouver بان لي فامي دي فيكتيم بان هادوك لي الناس راه كانوا دي فواياجور في لونسيف سيتي ديفيسيل وباقي لحد الان الموضوع سي سسبوندو. لا كيسيون هو هاد لاكسيدون ديال هاد العام واش هي غادي تكلاصا في الارشيف وغادي تبقى حتى هي سسبوندو العام واحد اخر عاوتاني توقع شي اكسيدون عاوتاني في شي بلاصه اخرى يعني سي دو سويت. نتمنوش تحت السلامه وخا وفاء وخا وفاء داكوغ اسيدي ميرسي ميرسي بون جورني شكرا وفاء شكرا وفاء واخا هادشي خصكم تجاوبوا عليه الناس. انا نعطيكم لي كونتاكت ديالهم اخويا امين تهضروا معاهم تجاوبوهم يجاوبوهم حتى في لي ريزو سوسيو يهضروا معاهم فاس ديريكت تكلموا معاهم. امين وي كي داير اخويا شخبارك؟ صافا الحمد لله بارك الله فيك. اخويا امين واش بغيت تسول امين؟ دونك بغيت نسول امين دونك فيو كو إلا لو ميم برينوم كو موا دونك دوبي 6 اور دو ماتان اوجوردي سور طونجي جيتي بلوكي دونك جالي بروندر لو تران بور رونتري سور رابا. Et vu que j'ai vu sur les communiqués comme quoi la traîne est bloquée et tout, mais jusqu'à présent, là, les guichets sont fermés, il n'y a rien qui est affiché sur l'aide ou que les écrans liquides. Alors, comment ça se fait que تيقول لك الترن مطلوقين والناس ملي تتهضر معاهم دوبوي 6 اور دو ماتان راهم واقفين تيقول لك احقا شي ترن شتا طاحت واحد الجهه كوتي اسيلا مي جو فوا با دونك يا الاستهتار بالناس ما كاين ني افيشاج ني ريان دو تو اي الي اون تران دو نو كومونيكي انفورماسيون كي ايغوني كي نا ريان افوار افيك لا رياليتي. واخا خويا شكرا امين. هو امين معيط من لاكاري طنجة ما عندك جواب ديالو ما عندك جواب ديالو ما كاينش جواب ديالو عندك نمره التليفون ديالو خويا هضر معاه من بعد هضر معاه كاين اكيد عطينا الرقم ديالو اتصلوا به. واخا ما عندكش انت الجواب انت مخبارش هاد القضيه اللي قلتها دابا. من المباشر ودايوغ راه يمكن ليه يتصل دابا بالرقم 2255 مركز الاتصال ويعطي المعطيات على جميع القطارات دابا. ولا عيطوا 2255 ما بغيتش نعطي لشي معطى اللي لا عيطوا 2255 دابا نعيطوا لهم سقسوا امين خليك معنا اخويا نعيطوا لهم دابا. وي سيدي انا نعيطوا لهم دابا عيطوا 2255 من البورتابل ها من الفيكس ما خدامش من الفيكس من الفيكس ما خاص بورتابل اوكي
زعما ما بقاش الفيكس واش ما كاينش شحال 52 55 ياك 52 55 اوكي لا تلوم دابا مرحبا بكم في مصلحة الأدباء للمكتب الوطني للسكك الحديدية. نعلمكم أن هذه المكالمة قابلة للتسجيل. وراء تا هي قابلة للتسجيل عندي أنا يلا ترى احنا كنشدو فيها دابا أوكي يلا. Bien sûr. Il est enregistré même de nous. Live. De nous, il est enregistré. السلام عليكم سي شخبارك بخير. الله يبارك فيك. مرحبا سيدي معك مومو راك معنا مباشرة على إذاعة إيت راديو مرحبا خويا. مرحبا سيدي مرحبا اخبارك كيداير صحه لاباس الله يبارك فيك سيدي مرحبا الله يحفظك اخويا امين شكرا لك بزاف راه كاين معنا واحد السيد سميتو امين انا ما عرفتش سميتك انا قلت امين هكذاك ما سميتكش امين لا نو سيدي لا واخا الوغ سيدي كاين حنايا مباشره معنا واحد السيد من لوين سيف هو معنا حاضر اليوم في البرنامج واحد السيد اتصل بنا من طنجه من لاكارديا طنجه هذا السيد هذا ما لقيش الترانات ما كاينش الترانات من طنجه ما خرجش التران من طنجه هذا الصباح طنجة هاد سيدي هي اشمن ديبار كاملين ما خرجش من طنجة زعما بلاتي نسولك امين اشمن ديبار اخويا دونك يافي لو ديبار كي ايتي فيغ لو كو دو 6 اور دو ماتان دونك الناس مازالين في لاكار انا جالي بروندر لو تران ديال 9 اور اي دمي دونك ما كاين حتى شي واحد لي كيشي سون فيرمي اي ريان اي ريان دو وي واخا اخويا الوغ كان يخرجتو هاد التران ديال 6 الصباح اي غادي كاين 9 دونس حتى هو ما خرجش اي لي كيشي مسدودين في طنجة دابا كيعيط لاكارديا طنجة دابا كيتصل بالمراكز المعنيه المصالح باش هما يعطيو المعطيات واخا جيبي الشارجور جيبي الشارجور هاد لافير هادي بلي غطول راه ما يعيطوا لطنجة يعني ما علاش هما في خبرهم في السونتر علاش الناس ما عيطوش لهم خبرهم علاش ما خبرهم لاكارديا طنجة عيطوا قالوا لهاد السونتر قالوا لهم حنا راه اون بان ولا ما كاينش ولا شي حاجه وقفوا وي Oui, je suis rentré dans le nom de l'État par les canons de la Tangier et canons de perturbation entre Tangier et Asila. Oui, je suis rentré dans le train. Mais c'est bon, d'abord, je suis rentré dans le normal. لا ما فيش والو ما فيش والو مسكين واخد دم باش لا ما تحيه شوف تحيه للناس كاملين اللي تما واه دابا غير معاش عندك خبر معاش رجعوا الترانات ولا لا نشوف لك نتاكد لك واخا واخا تعطيني واحد الدقيقه نتاكد لك تفضل تفضل اخويا حتى مثلا امين خاص هاد السطر يكون في خبره قبل ما الناس يعيطوا باش هو يعيط يعرف شنو كاين عندكم شي بوست خاوي فلوين سيف خدم معاكم انا حيت مع 11 كان سليم ما كاين مشكل امين خليك معنا اخويا امين وي سيدي انا معاك خليك معايا نعم اخويا السلام عليكم جبت لكم ديك الصفه سيدي تفضل وي سيدي كنت كنهضر مع واحد السيد دابا سولتو على الترانز في طنجة اخويا واش لي تران ديال طنجة ما كاينش حتى ما خرجش 9 دونس ما خرجش حتى هو داكوغ واش تعرفو التران اللي خرج من طنجة ما 9 دونس لا 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 حيت كنت كنهضر انا اصلا مع واحد السيد كنت كنهضر معاه قلت له انا الترانز ما خرجوش من طنجة الصباح والناس مخبرهم ماشي ما خرجوش من طنجة سيدي نعم سيدي كانوا دي بيرتورباسيون سيدي كاين واخا وماش الترانز جاي ماشي يخرج تيتخلى يخرج من بعد اه 11:25 دقيقه ان شاء الله غير هو سيدي بالنسبه للوكاليكات وقعت الصباح الوقيطار ديال 11:25 ديال 25 دقيقه وديال 7:25 كان واحد خا واقفه سيدي على قبل واحد بروبليم تكنيك كان وقع اونيفو ما بين اصيلا وداليا وقفوا سيدي تما اييه جاو ليكيب سوكور سيغ بلاس صلحوا المشكل تحرك التران ديال 5:25 وتحرك من مورا ديال 7:25 الحركه ولات عاديه تقريبا من 10:05 ديال الدقائق كانت الحركه عاديه يعني دابا ديال 11:25 غادي يدخل دابا ان شاء الله سيدي ان شاء الله غيكون ربي يامن اخويا شكرا اخويا لا خويا ما كاين حتى اشكال مرحبا هذا واجب حنا في الخدمه ديالكم شكرا 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 لا شكرا بارك الله فيك اخويا بارك الله شكرا بزاف اخويا شكرا لكم انتم شكرا بارك الله فيك شكرا هذا هو السبع ديال السونتر هذا هذا هو بون 7 دو ماتان ايز ايتي بلوكي حتى ل 10 دو ماتان اي يا ميم با دو كومونيكاسيون واخا انت باقي في لاكار انت يا امين لا ما تحركش من لاكار جي ليسي تومبي جي انولي لي زونجاجمون كو جافي دونك لو ديبلاسمون تانولا وتنغطي ان شاء الله واخا ما انت في لاكار لا لا لابخي ميدي غادي نمشي في الطوموبيل شحال قلت لكم احنا ما نديرو تقسم اخويا ميرسي بوكو اي مالوغوزمون زعما صافي مال باسكو حنا اوني دي جون اون ايسي دو اتر زعما دي سيتويان
écologique, on essaie de partir les moyens de transport en commun, mais si كل واحد يبقى يمشي في طوموبيلتو كل واحد غادي بوحدو الي هكا هاد لي ضيعنا لي رونديفو ديالنا لي زونغاجمون ديالنا. Malheureusement, ça va. Les réseaux sociaux pour afficher les informations, les écrans qui sont là. Normalement, c'est le rôle de Amin qui doit veiller sur ça. Et voilà, malheureusement. Barakallahu fik, merci beaucoup. Amin. سك تقيد هادشي كامل واخا كتقيد فيه مي قيد اخويا هادشي كامل هادشي ديال الكومونيكاسيون هادشي ديال الناس خصهم يكون في اخبارهم ديال تعطى لي الترانات ديال داوا وتعطى لي التران عاوتاني تكنيك واحد الوقيته واحد كيبغي يمشي ياخذ تران ما سوقوش واش بروبليم تكنيك ماشي بروبليم تكنيك خاص التران يوصل في الوقت يركب فيه التران يوصل لباسطو ينزل في التران فاش يركب فيه يلقى فيه الامن اللي خاص يكون فيه يلقى فيه التواليت اللي خاصها تكون فيه النقا اللي خاصو يكون فيه وهادشي اللي كاين ويوصل بخير على خير هادشي الناس اللي باغيين اخويا. شكرا لك امين شفتينا اليوم الصباح. شكرا 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 الامين مازن الشيف دو سيرفيس كوميونيكاسيون ديجيتال لو ان سي. شكرا للجميع، نهاركم مبروك، يلاه خليكم معنا على اذاعه ايت راديو.